كلشي مزيان كلشي هو هذاك. توحشتكم بزاف بزاف. اول حاجه كنبغيكم اختي، شكرا على لي كومونتير، شكرا على لي ميساج. ما تنساوش تخليو لي بزاف 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 ديال لي لايك، لايك ديالكم كتفرحني. ما تنساو لايك، دير اختي لايك دابا. المهم اول حاجه تحضري راسك ديال الاسبوع معايا سهام، راه هي وغادي نجيو هكايا نختار شي حاجه من عند تخاتا باش نحطها هكايا في الطبيله وداكشي. المهم اي حاجه درتها انتوا معايا. كنت ديري قررت اني ما غادي ندير الغدا لا والو، كنا مشينا للخبازه وداكشي، مشينا طحنا في الجوطيات وكان الدنيا عامره بنات. داكشي علاش ما صورت لكمش، جات معايا ربيع ديال الدجاج صراحه كان بنين بزاف بزاف البنات. وصلت للدار قبيله، مشينا قدينا بزاف الاغراض، قدينا شي حوايج، مشينا عند جداتي الاسبوع ان شاء الله غادي نديروها عند جداتي. وصافي البنات هادشي اللي كاين. عرفتو كنت غادي نحني، ولكن صاحبتي نقاشه خدامه وداكشي، عاد غنجيبها وغتصبح مسكينه خدامه وداكشي، فمبغيتش نضربها تمر. اما مكر زعما كون درنا حنينه وداكشي، ولكن تدركنا ماشي مشكل. مره اخرى وصلنا كذا ديالي كنشتو تغدينا، شت معايا ربع ديال الدجاج، كنت مشهيه واخا شحال هادي ماكله، زعما مابقيتش نبغي ناكل داك الدجاج في الزنقه، كان خصني تشهاي. المهم كذا ديالي دابا غادي نوريكم اشنو خديت. ماما صايبه الحلوه، صايبه الحلوه فنه، وصلنا واحد المره صايبه الحلوه ديال اللوز غزاله البنات، واحد المره مسكينه درويشه. دابا نبارطاجيها معاكم، والله دابا نخلي لكم النمره. عرفتوا صايبه كعب غزال غزال غزال، صايبه كمداره اللي بغاتها كتعاون مع ولا شي حاجه، ماشي تعاون معايا تخدم على راسها. زعما اللي بغات شي حاجه نقيقيه شي حاجه زوينه ماشي اشهر البنات، غير امراه انا بغيت نخدمها كامل من دارها هي وبنيتها، بغيتها كنبارطاجيها. اللي كتبغي شي حليوه ديال اللوز كتوصيها هكايا على شي كومونت شحال ما بغيتي وصافي. حسن من انا كتمشي تاخديها من باتيسري، تاخديها من عند مراه زعما حتى باتيسري كيديروها زوينه. ها هي زعما مراه هكا كتعاونيها، وميم طون زعما تكون حاجه نقيه حاجه ديال الدار. وصافي صايبت شعري، دوشت كلشي، شوف شعري اختي اللي معلي فيه، صايبته وخرجت ديك الساعه شويه تشنت ماشي مشكل. تجي الميك اب ارتست ديالي ابله اللي ماكات ليا في العرس، تعاود ماكي ليا بنت لي عمرها دار ظريفه، ديك الساعه تعاود تصايب لي بيو مصايب وكلشي. ما خرجت فيه ديك الساعه صافي، غادي ندير لي لي بوكم ديك الساعه تشوفوا اللوك. انا نوريكم البنات شنو خديت. خديت هاد لي بلاطو بحال هكا زوينين، مقادو فيهم الحليوات بالدراهم هانتوما. هادو بلاطوات الحلوه كبار ماشي صغار، مع هاد اللعيبه بدرهم البنات والله الا زوين. كنت غنساهم، قال لي ما غاديش دي هادو، قلت له ايه فكرتيني. هادو تنعطيهم لاختي هي اللي غادي تقاد لي كلشي، اختي مرات لي زاكسيسوار هي اللي ديما تتقاد لينا هادشي. هانتوما شفتو بحال هكايا، وغادي تحطو ها هما. خديت منهم ياكم، المهم نتوما عارفيني انا يعني المناسبه ديالي كتكون غير العائله ديالي الصغيره والمقربون، والمقربون راكم عارفين. وخديت المهم ها هما الشبيكه الاخرى، الشبيكه زعما ديال اللعيبه. خديت هاد الطبيسلات هادو زوينين حتى هما في الدوغي، باش هكايا اللي بغى يهز من البلاطو يهز، اللي بغى يدي معاه يدي معاه، وعاد يكون هكا لي ساشي ديال البيفي وداكشي. المهم ان شاء الله حتى نبارطاجي معكم الاسبوع، داكشي غيكون زوين غيعجبكم. غادي نرجع هادي هنا انا دوش الصباح وداكشي بنيتي مسكينه غمضت فاش دويداتي بقاو كيمشي تغمضو، ولكن مزيان انها تتنعس مزيان وما تيبقاوش يخلعوا يديها. ياك غنوريكم اشنو خديت. كاين خبيزات قال لي بنزين ديال الدار من واحد الفران، عندي الخبز في الفريكو ولكن بغيت نخليها هكايا شي نهار نتحنسر فيها. عندي ديال الدار نتحنسر فيها اختي المرقه ولا شي حاجه، حماتي وماما ديما كيعطوني الخبز. خديت خبيز قالت اختي ديال الدار ديال الزرع كيبان زوين ونطيطه بالدراهم. خديت البنتي باندا، عندها عرام ديال الباندا هذوك اللي كنت ديجا بارطاجيت معاكم، ولكن البنات شويه جاوهم مزير جاوها مزير وهي باقا صغيره فهمتوا، فخديت لها هذه فنه جاتها كتحمق. انا نوريكم تجيها مع الكسيوه اللي غادي كتبغيت ناخذ لها شي حاجه بلديه، وما لقيتش البنات في الخبازه نهائيا، ما كاينش شي حاجه في السن ديالها، ما كاينش نهائيا. شوفوا شفتوا
وفين ما تيحمقوني هادو، وجيتي بريك عرفتو حالتي وليت تغدى ان شاء الله ونعاود ندوش. حقاش عييت كنا عيينا ضرنا بقينا واقفين بقينا كنخرجوا الجوطيه. شوفوا فنا شوف واعره. المهم الصباغه قشرت لي خصني نحيدها، ولا جيت حيدت واحد الماعن باش الصباح ضاري نقيه خصني نحيدها. فنا ان شاء الله راه كنصور بنتي باش ان شاء الله نهار تكبر تشد فراسها نوريكم فاش كانت صغيره ونوريكم بزاف الحوايج. واعره حيت عندها الباندات ولكن اختي فيهم مزيرين. هذه لا هذه زويونه شويه حيت فيهم بحال لاستيك. هذه لا هذه فيها هكايا. المهم تكونوا فهمتوني نصور لكم حتى ديال ثلاثه نصور مع سكاي بربا بنتي بنتي ما انوريكم. هنا خبازه واحد العيالات كيديروا حليوه، هذه خديتها كنخليها ليا ويا ترى فين خدت من الحلوه ديال سو بنتي مبحلقه. خديت هذه سكيلو ب60 درهم. شوفوا الحلوه فن بحال ديال الدار. ندور لكم الكاميرا وتشوفوا انتم شوفوا حليوه بحال ديال الدار نيشان بحال اللي مصايبينها في ديوركم تيصايبوها العيالات في الخبازه. كاينين بزاف ولكن وحدين اللي ما عرفتش كيفاش نعت لكم، وحدين اللي عندهم فن يلاه وقلتي انت اختي تحرقي وجهك مع الفران. فن الاشكال والانواع مازال كاين لتحت صابلي وكاين بزاف ديال الحوايج اما لقيتش كيفاش نوريها لكم. الاضاءه ياكو خديت هذه عقلت انا قلت لكم نسيت الحلوه. خديت الحلوه ديال الكوكو نسيتها وقال واش نسيتها المول الفوق ولا ما نعرف اختي خديتها. خديت الحلوه ديال الهاش خصني نوريها لكم ضروري ولا تخصني نوريها لكم ما عرفتش كيفاش ندير الحل شكل خصني الناس ولكن ما عندي ما ندير. خصني نصور لكم واو تبارك عزتي البناتي كتمشي بزاف. شوف خديت الحلوى ديال الحجوه ديالها بخمسة دراهم او طلع لي صحت هذا كاينين حتى هادو كيديروها بربع دراهم. ما عرفتش فايت واخا خديت اختي كانت جاتني شويه ناشفه ما عرفتش مع المهم بحالها تماما. نمشي نديرها في الثلاجه باش الصباح اختي تفطر بها ان شاء الله. هذا خديت الثومه يا البنات عطو غزاله واحد الثومه بلدي قد قد 10 دراهم وقال اخرى 160 رابع وكبيره دايره بحال البصله ياكو. هذا حتى كنا بارطاجيت معكم الموز قلت لكم تعجبوني المصمه ديال هذوك صراحه ديال الديسير تيعذبوا. هذا هو الموس اختي ديال الخضره وداكشي صغيور زوين داروا لي في هذه اللعيبه قلت لخويا صدق جارحه به راسي ولا جارحه به شي حد بربع دراهم. هذا تيحمقني الموس في الاول فاش كيكون ماضي تتبغي تنقي به الخضره ثاني تاع وزين ديال الخضره نقي. هاهي درت لي حليوه اللي كنت نسوي الكوك نسيتها هاهي خويا 10 دراهم باش نضرب تنموت على الكوك انا. هادي يا بنات الحلوه ديال زمان كانت كديرها لنا ماما بزاف شفتوا. ها هي خديت منها 10 درهم باش ندوق حيت ما عمرني ما خديتها من عندو. عجبتني نبقى مره ناخذها. وخديت هادي ديال الزليجه حمق راسك انت مع الحلوه ياك حاجه الدار ما كاينش بحالها كنخص كلشي كامل كلشي كيتباع ياكو. هادي خشيت شي اختي ونخلي الكرتونات باش ما تبعش ليا الحلوه ياكو. وغنوريكم اشنو خديت من الجوطيه البنات صحه الشهداء نهار الجمعه قالوا زعما بلي كتكون سلعه جديده داكشي وكان ما بانش ليا البنات. المهم بزز باش لقيت هاد لي بياس بعدا العصري عرفتش ما لقيت شي حاجه. كاين واحد اللي قالت لي اختي تيدير الحوايج عنده والو ولكن كل حاجه ثمنه وانا كنكره هاد كل حاجه ثمنه حيت كل حاجه ثمنه هي 1600 4000 كدا. شوفوا البنات ها فن باش الدرام بقى جديد هذاك تجينا هكا اللي كيجي بات تجين كلير واعره. شوفوا حمزه شتي هادي فن يا باش الدرام برعت بنتي شوفوا داك النهار دابا بارطاجي معكم ما نسيت ما بارطاجيش معكم الكسيوات. خديت لاج ديال القايم جفنه نيود واعره بارده ب600 ريال قوامش كنت كناخذ مش هذه باش الدرام 300 دابا كلشي تزاد. شوف فنه بيج تجي مع الكحل تجي مع الجين تجي مع شورت تقدر هكا يلبسها بغيتي تلبسها مع شورت غيتنيها بحال هكا تجي هكا مثنيه من يديها لبسها سبور غيقول لها لكم ما عرفتو فنه والله اللي كيتباعو في لي ماكازان بالثمن. ها نتوما غير شي تصبينه وحديده عرفتو جات واعره في البيج البيج ديالها فن. ها نتوما تلبس حتى شي مره نبارطاجيها معاكم ملبوس عرفتو واعر بزاف حمقتني بارده كلاس ماشي كلاس زعما مستيليه. خديت هاد النايفيه ب5 دراهم تيحمقني النمر البنات كيجي واعر مع تيشيرت كحله قميجه كحله كسوه كحله غنلبسها مع بزاف الحوايج شتو تكوني دايره هكا شي ميك اب واعر ياكو. خديت هاد الانصام لبنتي 5 دراهم ها انت اختي شوفي اختي شوف الوردة اختي تحليت شوف هي دايره هكا ما هي هكا. ها انتوما البنات خديت هاد الشويريط
هانتوما هادو كيجيو بحال ديال الميني كتقلوها بالضحك فين باقي جديد ب5 دراهم. وخديت ليه هاد الصبيطمة هادو بالصديفات هكا فنه هادي يلاه تلبسهم يعني ديال هاد لي مو هادو فنه. شي خصو يتصبن ضرب لي شي صباين غير بيديا وصابون الحجره حسن تيعجبوني هكا الحوايج ديال الجوطين صبرهم بيدي باش يوليو جداد كتر ولا صبرهم بهداك التيد اللي كنت خديت ماشي التيد اللي كيد اللي كنت خديت من بيم كيخرج الحوايج وها نشو. هانتوما داك العنصر تحيه للبنات اللي تلاقيت خبازه بزاف بزاف هانتوما شفتو جات تحمق البيسه شوف ديجا وريتهم الراجل 5 دراهم 5 دراهم يال. شوفي اختي التيشيرت فنه فيه هنا الغوز ودرت لها الشورت الغوز يلا اختي وسير اختي تشري من ريمان هذا بزاف فلوس. شوفي عاوتاني هاد الانسامبل هادي كاينه الشورت كيحمقني انا هاد الشيء هذا ديال الرسوم تيعجبني هاد اللبس هذا زوين ما كيعجبنيش انا اختي نخلي نلبس بنتي بحال دابا البوديات ديال الكبار كيديرهم في ديال البنيات الصغار باش يبقاو يلبسوهم ليهم تيعجبني اختي يلبسو بحال هادشي سامبل زوين بحال ديال الرسوم بحال ديال المينيكات. هذا بنات 5 دراهم فن باقا جداد جداد خصو ماشي تصبينه هانتوما. وهاد القميميزه ديالو يلا شوف تنحاول اني ناخذ لها اونصومبل مره ماشي عاد نبقى نجي نلبق. شوف هادي شويه موسخه اما هي بيضه واعره خاصها تصبن تضرب لها شي فركه. شوف هادي بصابون الحجره باش تخرج مزيان. شوف اونصومبل شحال فن شتي اختي شتي خصني ندير لكم شي بروجيكت انا عندي اختي الزهر تلقى فريمون تلقى في الجوطي تنجبد الهموس تقدري انت تجي تقلبي ما تلقايش وانا نجي موراها كنقلب ونجبد شي همزه تيكون هادي خوتي. خديت لها هادي ب5 دراهم فنه زوين وانا كيتحتاجو هادو نتوما عارفين داغي تي صغار باقا جديده هاي اش ام ولا ماعرفتش شناهي لا شي ماركة باقا جديده جديده كيتحتاجو بزاف. وكاينه هاد اللبسه تاهي فنه شوفو باقا جديده ها هو هاد الفوقاني فيه هنايا لي بابيون خصهم غير يتصبنو شتو الشويرات ديالها نسقتو شورتي قطو بالضحكه ديال مونيكا تشوف هانتي اختي هاهي اونصومبل مبير دا فن فن شتو واعرين. شنو اخر شوفو هادي 5 دراهم شوفو شحال فنة ماشي كسيوة بيضة وعندها اصلا خديت لها كسيوة في الغوز وفي الغوز وعندها الغوز يعني غتلبسها فن شتو داكشي ديال مونيكا داكشي اللي كنا كنلبسو شحال هادي هادشي هادا هو ستي ديال الحوايج اللي كيعجبني. شكون اللي فحالي قولوها لي في الكومنتات شكون اللي فحالي مكتبغيش تلبس وليداتها ولا بنياتها شي حاجة ديال الكبار كيعجبني يبقاو اطفال فهمتو هانتو ماشي ديال ستي تلبسيه زعما كبر منو كتلبسيه ستيل ديال الكبار بحال دابا بودي هكايا تلبسو شي بنت هكا كيكون عريان من كتافو ولا فيه هكايا تيكون باين ديال الكبار كيكونوا مخرجين حتى ديال الصغار كتلبسيه البنت. المهم بيان سور الاطباق تختلف انا كنقول لكم زعما تيكون تاهو عريان من كتافو داكشي انا لا انا نفضلها تلبس قوي ميجا هكايا فيها وريضه اولا تيشيرت هكايا فيها شي وريضات هكا فهمتو داكشي ديال بنيتات فن هادي حمقتني 5 دراهم دابا 3 دراهم مبقاش خديت من عندك انا ندير في ناموسي ديال شوفو تيشيرت كحله قرطه باقا جديده غير اضاءه ما عرفتش كيفاش تبان لكم شي حمه فن كحله شفتو هادي خصني نلقى لها كما ها هادي ما عقيش مع من اونصومبل نقدر ندير لها شي كولون زعما لا حرد كاع شي كولون ثاني ما انا حدا البوله شي كولون هكا في البيض شي شويرت في البيض ما لقيتش لها لكن ضروري غنلقى شي مره شتو راك حلا كحلا كحلا مع الاضاءه تبان هكايا عرفتو قرطه غادي قلت لكم القصه ديالها حيدتها خشيتها هكا حيت انايا كنكون دايره الصاك هكا وتنبقى نعزل وتنخشيها هكا في الصمت تنلخر ياكم وطاحت ليا وانا رجع ناري بقيت نقول سير ما لقيتهاش غنعوج ومشيت فين كنت واقفه لقيتها درت راه هكا لقيتها قلت لفت لكم شي حاجه رجعتي ولا لقيتوها ياكم صافي داكشي ديالي المهم راكم عارفين ونوريكم حتى نرجع واحد اللبسه واعره ودختي تا هو خديت له واحد التيشيرت فن انا نوريها لكم طاه المسخوط العميق كتب الضحك واحد ودختي تقدر يعطيني في الافكار خويا ديري باج فيسبوك ديري هادي فنه 30 درهم باقا جديده كحله هادي الراجل باقا جديده اوفر سايز شويه وباقا جديده بنات 30 درهم ماشي غتشريها ب 150 ولا 200 شفتو سامبل وفيها داك الموتيف في الجناب كحله راه غير مع الاضاءه ما كتبانش وشوفوا عفاكم الشورت ب 30 درهم جا لاصق تقولي انا والداه انا راه جيت نجيب ليه القياس هو هذا شوف الشورت ما عندوش عنده راجلي قشله ديال الشورت ما نقولش ليكم تجي الباه تجي الناصح كحل هذا ولكن ما عندوش شي حاجه في الكحل بحال هكا كري ناصح واعر تيجي مع شي شورت بيضاء يجي مع شي شورت حمراء يعني كيتحتاج بزاف كحله واعر واعر باقي جديد البنات هذا طلعت تحت الشوارع واحد السيد كيبيع حوايج ديال الدراري شنو كنوريكم
بلاتي نوريكم شي شوت ديال اختي واعر اوفر سايز واعر رجبت لك عند الدريدو بنات ولا الزمت وحق الله تخيل قبيله الخبازه المود ديال البرد ودابا يا اختي الزمت الصاد الصاد شوفوا التيشيرت اللي خديت لولد اختي خديت ليه الال هو دخو ولد اختي غا ضعيف معصك وخديت ليها اختي الال تيبغي اختي عميق داكشي ديال لانيم وكذا شوف واعر 30 درهم وباقا جديده عرفتوا كما قلت لكم عندما حدا البولات قراب هاد البولات ديال المرايه تيضرب فيهم الشام ما تيبانوش ناصحين عرفتوا التيشيرتات جداد شي شي حمدوان واعر قدا نصبن ورد فعاد ما غتاخدي غير تيشيرت غتاخدي اختي 4 ديال لي تيشيرت من الجوطيه وجداد حاجه وحده اللي كنقول لكم الجوطيه واخد غير حاجه فابور بدرهم 10 ريال الا ما كانتش ناضره وزويونه وجديده ما تاخديهاش هذا هو القانون ديالي انا ديرو حتى نتوما كبدي ديالي واخا تقولي هذه ب 5 درهم هذه بجوج درهم لا ما تبقيش تجمعي لك الزبل هاشاك خودي حويجات اللي فنين وما كاشفينش ما محبينش الا كانت متقطعه ماشي مشكل تقطيعه كتخيط ما تكونش متقوبه ولا شي حاجه صافي ديما كبدي ديالي خذ داكشي جديد تحيه البنات اللي تلاقيت في الجوطيه غايشوفوا هاد الفيديو هانتوما اللي تلاقيت في الخبازه اون جينيرال شتو فنه واه تيجبو بحال هاد التيشيرت هكا واسن ترى في جاتو زوينه ولكن قال لي ما تيجبنيش بقى لي ندير لها من اللور خصو شي شويه هانتوما فنه وصافي كنت ديالي هادشي اللي كاين كنتمنى اني ما نكونش حتى شي حاجه صافي غادي نحبس الفلوق هنايا ان شاء الله نتلاقاو حتى الفيديو الجاي واش غيكون الاسبوع ولا تكون حاجه اخرى قبل وديك الساعه كنت ديالي نتلاقاو كنبغيكم بزاف ما تنساوش تخليو ليا لايك باي.